لتكون ناسي لتكون ناسي تحسبني امزح هي لتكون ناسي انه اليوم عشرة يعني ما في تكاسي الطارة بين يدي الدعسة تحت رجلي ما بطلب احد يوصل لي حخدم نفسي بنفسي الرخصة جاهزة معايا شدي الحزام فوق العباية وانتي مش خلي عينك على الرصيف وعين على المراية ارتي رجعي ودي سيدة انتبهي من كل حديدة لو كانت فوت ولا كرسيدة حياتك ما بتكون سعيدة تعالي مريني وديني جيبيني كده بتخرب الخطة لو تبوني اجيكم لازم كل واحدة تدفع القطة قطة البنزين فيها لا تستهين دين واذا رقفتي ولا دفعتي هذا عليك دين انتبهي تسكي الباب بقوة لكن زمان دحين تقفلي الباب بقوة اربطك بحزم الامان كريم اوبن كيف حالكم؟ اربطك بحزم الامان رسالة لكل ولد زمان كنت توصلونا دحين تبشرون ركبت السيارة ما حتعطلوها ما حنوصلكم لتكون ناسي لتكون ناسي تحسبني امزح هي لتكون ناسي انه اليوم عشرة يعني ما في تكاسي الطارة بين يدي الدعسة تحت رجلي ما بطلب احد يوصل لي حخدم نفسي بنفسي الرخصة جاهزة معايا شدي الحزام فوق العباية وانتي مش خلي عينك على الرصيف وعين على المراية ارتي رجعي ودي سيدة انتبهي من كل حديدة لو كانت فوت ولا كرسيدة حياتك ما بتكون سعيدة تعالي مريني وديني جيبيني كده بتخرب الخطة لو تبوني اجيكم لازم كل واحدة تدفع القطة قطة البنزين فيها لا تستهين دين واذا رقفتي ولا دفعتي هذا عليك دين انتبهي تسكي الباب بقوة لكن زمان دحين تقفلي الباب بقوة اربطك بحزم الامان كريم اوبن كيف حالكم؟ اربطك بحزم الامان رسالة لكل ولد زمان